في الحقيقة هذا المشهد هو استكمال للمشهد الإجرامي ولسياسة الاحتلال الهادفة إلى تدمير كل مقومات الحياة داخل مخيم جنين بهدف إفراغه من سكانه وتمرير سياسة التهجير وتكرار مشهد النكبة. استمرار العدوان لتسعة أيام كان له تداعيات على كل مكونات الحياة داخل المخيم وضرب كل يعني مسيرة الحياة داخل المخيم، ونحن نسعى الآن إلى ترميم ما يمكن ترميمه من الدمار اللي خلفه الاحتلال. هناك حالة مأساوية داخل المخيم نحاول أن نعالجها، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية أو في المنازل التي تم تدميرها بشكل كلي أو بشكل جزئي.